في أول إطلالة تلفزيونية له بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية وعشية أحياء ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب، ماذا يقول الدكتور سمير جعجع عن الانتخابات الرئاسية التي طالت؟ ما هو موقفه من تشريع الضرورة؟ وماذا عن أحوال الحكومة ومشاكلها؟ ماذا بعد وثيقة إعلان النيات بين القوات والتيار الوطني الحر؟ ماذا عن المسيحيين ووجودهم في الشرق؟ أين موقع لبنان من التطورات الإقليمية؟ وهل وضع البلد على سكة الحل أم في ثلاجة الانتظار؟ رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضيف بولا يعقوبيان في انترفيوز الأربعاء 9:30 مساء على المستقبل.